سنة أولى طب صعبة، هل اللغة الفرنسية تعتبر عائق بالنسبة لطلاب الطب؟ أسكون نقدر نسقسيو لي بروف باللغة العربية ولا لازم باللغة الفرنسية؟ وش هما المواد اللي راح نقراوها في السنة أولى طب؟ كل هذه الانشغالات هي انشغالات طلاب البكالوريا المقبولين في السنة أولى طب. أول حاجة، هل السنة أولى طب صعبة؟ الإجابة هي لا، السنة أولى طب ليست صعبة، ولكن أكيد رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، أكيد الخطوة هذه مش حتكون سهلة، وأكيد الظروف اللي راح تحيط بها مش حتكون سهلة. إنه سنة أولى طب تعتبر تغيير المألوف وتغيير العادات، وتغيير العادات هذا راح يأثر علينا ويخلينا السنة أولى تبدأ تبان إنها صعبة، لأنه بدلنا عاداتنا الشخصية. إنه مثلا واحد مال في يقرأ اليوم ولا يومين راح يولي يقرأ كل يوم باش يقدر يلحق الليكور تاعو. واحد مال في نسمعو باللغة العربية، الدروس تاعنا نسمعوهم باللغة العربية، راح نوليو نسمعوهم باللغة الفرنسية. هذا شوي راح يجي لنا تغيير كبير في طبيعة الدراسة تاعنا، وراح يمثلنا عائق بسيط وراح نجوزوه ان شاء الله. راح مثلا شخص مال في يقرا في دارو، اذا راح يدير الاقامه راح تجيله ظروف مغايره، ظروف اعتماد، ظروف الاعتماد الشخصي راح تجي شويه صعبه، ولكن بالنسبه لي كعلم السنه الاولى فليست صعبه. ثاني حاجه، هل اللغه الفرنسيه تعتبر عائق بالنسبه لطلاب الطب؟ اللغه الفرنسيه لا تعتبر عائق بالنسبه لطلاب الطب، لانه تعتبر وسيله للدراسه وليست هي العلم بحد ذاته. سواء كنا نقراو باللغه العربيه ولا باللغه الفرنسيه، فاكيد المصطلحات العلميه راح تجينا صعيبه لاننا اول مره نسمعوها. وشخص كان يهدر بالفرنسي نيتيف سبيكر ما راحش يكون عنده افضليه على شخص جدول راح يعرف لي باز ولي مو سامبل ولي فرانس سامبل. دونك ما تعقدوش بزاف من هذا النقطه. ثالث حاجه، وهي انه الشخص اسكون نقدروا، وهي انه نقدروا نسقسيو لي بروف باللغه العربيه ولا لازم باللغه الفرنسيه. هنا تعتمد على طبيعه الاستاذ، كاين دي بروف يشتيو يتسقسيهم باللغه الفرنسيه، وكاين دي بروف يشتيو يتسقسيهم يعني ما يهتموش تسقسيهم باللغه العربيه ولا باللغه الفرنسيه، فهي بحد سواء ما يهتموش. ولكن نتوما اطرحوا اسئلتكم، اطرحوا اشتغالاتكم، ما تهتموش لهذاك يراو يهضر بالعربيه ولا يهضر بالفرنسيه، ما تهتموش الاساتذه، ما عندكم سؤال تسقسيوها، ما عندكمش خلاص راهي عادي. رابع حاجه، المواد اللي راح نقراوها في سنه اولى طب، وهي عندنا 9 مواد. اول حاجه وهي الاناتومي، وهي علم التشريح، راح نقراو على العظام، نقراو على لي مشكل وهي العضلات، نقراو على لي زارتير، نقراو على لي فان، نقراو على لي نار. ثاني حاجة وهي البيوشيمي، راح نقراو على الميتابوليزم ولا لا ستركتور نتاع لي ليبيد اللي هما الدهون مثلا السكريات لي جلوسيد لي بروتين وهما البروتينات، راح نقراو عليهم ونقراو بنيتهم ونقراو كيفاش يتشكلوا ثاني في الخلية. عندنا ثاني الليستولوجي وهي علم الأنسجة، نقراو مكونات الأنسجة من خلايا وألياف. عندنا سيتولوجي وهي علم الخلايا، نهضروا على مكونات كل خلية. عندنا أساساش وهذا العلم وهذا المادة راح نقرأ فيه على أخلاقيات المهنة، على أنه الطبيب كيفاش يتعامل مع المريض تاعه، وش هو واجبات الطبيب ضد المريض تاعه، وش كيفاش لازم يتعامل المريض الثاني مع الطبيب تاعه، كيفاش حتى جات المصطلحات العلمية وتعممت على كل العالم. عندنا ثاني الشيمي وهي مادة شوية مارقة يعني، نقرأ فيها على مثلا الإلكترونات. عندنا شوية جاية على الفيزيكا، نقرأ ثاني البيوفيزيك وهي مادة فيزيائية رياضية، نهضروا فيها على نقرأ فيها على العدسات مثلا الرؤية، نقرأ فيها على الإلكترونات، نقرأ عليها نقرأ الكهرباء ثاني الحوايج هذو اللي كنا نقرأهم في الباك، يعني مش حاجة جديدة بزاف. عندنا ثاني الفيزيولوجي وهي المادة اللي لازم نحتاجوها لازم نفهموها، وهي ميكانيزم العمل، كيفاش حتى الجسم الانسان مثلا يدير الوظيفه هذيك، كيفاش حتى يخدم الوظيفه هذيك، كيفاش تسمى الفيزيولوجيا عباره عن جواب لسؤال كيفاش يعني كيف. وايضا ماده البيوستاتستيك وهي ماده احصائيه رياضيه سهله، طلعوا فيها بمعدلات كبار، انه تعتمد على مجرد قواعد واحصاءات مثلا كمرض هذا نسبه انتشاره في كذا، في ودولة كذا، تسمى مجرد قواعد نطبقوها ونخرجوا بالنتيجة.